يا صباح الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم النيل. اليوم هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، بنتكلم فيه عن اجيال قادمه واجيال حاليه. احنا عايشين في وسط محيط ده، هذه الاجيال تكون اما مجتمع فاسد او مجتمع صالح. كل ده ناتج عن تربيه وحسنه وسواء. كل الكلام ده هنتكلم فيه النهارده، بس قبل ما نتناقش في موضوع حلقتنا احب ارحب بزمايلي الاول. اهلا يا اسماء. اهلا بك يا ريهام. اهلا يا ريهام. اهلا بك يا ريهام. احنا طبعا عارفين الاطفال هم بهجة لحياه الدنيا وزينتها، وهم الذين يملؤون القلب بالبهجه والابتسام. من المفترض ان هؤلاء الاطفال في سلم اولويات الجميع، لانهم لا يستطيعون تدبير امورهم ولا يملكون لا حول ولا قوه، لذا يجب ان يكون معهم من يساندهم ويدافع عن حقوقهم. لذلك وضعت اتفاقيه حمايه حقوق الطفل سنه 1989. طبعا احنا عارفين ان الاسره ليها دور كبير جدا في تربيه ابنائها. ازاي؟ بيتنوع واجب الاسره تجاه اطفالها في عده امور، اولها الواجب التربوي والتاسيسي، اللي هو ازاي ان الاسره تربي اطفالها بشكل سليم على الاخلاق والدين، لان ده يأهلهم للدخول بالاحتكاك بافراد المجتمع. بعد كده يجي الدور الرقابي، اللي هم بعد ما ياسسوا يشوفوا نتيجه اللي اسسوه ده ماشي بشكل سليم وكويس ولا في انحراف عوجي. اولا صباح الخير عليك يا ريهام. ثانيا انت نهيتي كلامك بسؤال، هل الاهل بتقدم لاطفالهم تربيه سليمه ولا تربيه غير سليمه؟ من الطبيعي طبعا ان الاهل تقدم لاطفالهم تربيه سليمه، وبناء على تصويرهم العقلي المبني مع اطفالهم على الصدق، فده شيء كويس بيقدمهم للافضل، وده طبعا بيكون من ضمن ضوابط ومحددات من ضمنها عنصر اللي هو الحب. في بعض الاهل بتقدم لاطفالها حب زياده، يعني بيديلهم حريه تصرف في اي حاجه عايزين يعملوها، او بيوفروا لهم حاجات كتير، هم اي حاجه بيطلبوها بتتوفر لهم، باعتقاد الاهل ان لو فرضوا قيود على الاطفال دي ان الطفل هيكبر مش عنده ثقه ولا مسؤوليه بنفسه، وده طبعا مش صح ولا تربيه سليمه. التربيه السليمه هي حاجه بتكون مبنيه على التوازن. طبعا يا اسماء، الاهل بيكون حريصه جدا على تربيه اولادها بشكل سليم، وده عن طريق الروتين اليومي للاهل بيقدموه لاولادهم. او اهم حاجه لازم الاهل يتعلمها لاولادهم ازاي يصرفوا فلوسهم بطريقه صحيحه، وازاي ياخدوا قرارات ويتحملوا نتائجها سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ودور الاهل هنا بيتلخص ان هم يوجهوهم وينصحوهم فقط، وكمان لازم الاهل تكون واخده بالها من اطفالها، وان هم يعلموهم حدود الطفل، يعني لو الطفل عمل حاجه غلط لازم الاهل توجهه للصح، وكمان لازم الطفل يكون تمام. يا نورة، يعني في بعض الاهل بتكون دايما حريصه ان هي تكون ولادها دايما مثاليين، زي مثلا ان اللي هم يلغوا الصفات السيئه اللي فيهم، وده مش صح جدا. يعني المفروض الصح ان هم يسيبوا اللي هو دورهم هو اصلا التوجيه، مش انهم يكونوا شخصيه الطفل ده. يعني المفروض يسيبوا الطفل هو اللي يكتشف الصفات السيئه اللي فيه، وكمان يحاول يغير من الصفات دي. ولازم كمان الاهل تعلم اطفالهم ازاي يعتمدوا على نفسهم وما يعتمدوش على الاخرين. تمام. وكمان ياخدوا بالهم من انجازاتهم المدرسيه ويحتفلوا بيها. فعلا يا نورهان، كمان الطفل ممكن يتعرض لضغط نفسي، ازاي بتكون استجابه الاطفال مختلفه للضرر النفسي؟ بيجد الطفل صعوبه مباشره في النوم واحلام مخيفه وكوابيس احيانا، هي ممكن ما تظهرش على الطفل مباشره، ممكن تظهر عليه بعد يعني ايام اسابيع، زي علامات التبول لا ارادي او مص الاصابع. كمان ممكن الطفل يحصل له ضعف التركيز، بيأثر كمان على الجانب التعليمي عنده، وبيأثر عليه انه يتواصل مع افراد المجتمع. إيه كمان ممكن الطفل يتعرض لأعراض جسدية وجسمية زي الصداع وألم المعدة. طب يا ريهام، ايه اللي يخلي طفل عنده 18 سنة ويبقى عنده ضغط نفسي؟ بلاش 18 سنة، عنده اقل من 15 سنة ويبقى عنده ضغط نفسي. اهم الاسباب اللي تخلي طفل عنده ضغط نفسي ان هو الانفصال، يعني مثلا ان الطفل يعيش في ظروف الانفصال الوالدين، ده بتؤديه الى ضغط نفسي كبير. فكمان يعني الطفل اللي نشأ في الظروف دي كمان بتأثر على حياته المستقبلية، واكدت ده الدراسات النفسية ان الطفل اللي عايش وقت الانفصال الوالدين ده بتخلي حياتهم دايما المستقبليه اكثر عرضه للطلاق، بحيث ان هم ما عندهمش الامان للشريك اللي معاهم، وكمان نقص او افتقاد المهارات الاجتماعيه ونقص المشاعر والعواطف واستبدالها بمشاعر سلبيه اكتر، وده للاسف بيؤدي نفس طريق الوالدين. فعلا يا اسماء، زي احنا ممكن نعالج الضرر النفسي ده بطريقه برضو،
من هنا يجب استشارة الطبيب لإعطاء العلاج اللازم. بس أحيانا في بعض الأسر بيحدث عندهم خوف من تدخل الطب النفسي، وكمان بتحدث مشاكل أسرية بسبب عدم التأقلم، زي مثلا ممكن الطفل ما يقدرش يتأقلم خاصة بعد انفصال الوالدين أو أحدهم، من هنا بيحدث مشاكل أسرية. الصحة النفسية كمان مهمة جدا في كل مرحلة من مراحل الإنسان بيعيشها، وأصبح الاهتمام بيها ضروري جدا في الحياة اللي بنعيشها دلوقتي، لأن الضرر النفسي على الطفل ممكن يؤدي إلى تعطيل النمو العقلي له، وكمان التعطيل ده ممكن يؤدي للموت، وده بيحصل عن طريق التفكك الأسري والطلاق وإهمال الطفل وتفضيل طفل على آخر لو كان ليه أخوات. ولازم الأهل ياخدوا بالهم من تصرفاتهم مع أطفالهم. فعلا يعني هي، لأن الطفل لما بيبدأ نموه النفسي بيبدأ بيعتمده على ثقته بأهله، وأي خلل بيصادفه مهما كان حجمه مثلا بيؤدي أو بيأثر على النمو ده بشكل سلبي. تمام يا نورة، في كمان أدلة إن الأطفال اللي هم بيتعرضوا للعنف والاستغلال ده بيأثر على صحتهم، وما بتخليش عندهم اللي هو الثقة بنفسهم كمان، وما بيكونش عندهم القدرة إن هم يكملوا تعليمهم ولا إنهم يندمجوا في المجتمع، وكمان ليه آثار سلبية على حياتهم المستقبلية. وعندنا طبعا حلول لده، زي مثلا إن احنا نحاول نغير النظرة السائدة تجاه ضد العنف تجاه الأطفال، اللي هم الأهل اللي بيكون راضية أو متفهمة إن الأطفال اللي هي عشان سنهم صغير اللي أنا أعاقبهم بالعنف الجسدي ده مش صح جدا. ممكن إن احنا نضع برامج تثقيفية للوالدين والمعلمين والمربيين، تعليم ليهم إن هم إزاي كيف يربي الطفل بتربية سليمة. وكمان ممكن نعمل حاجة كمان، إن احنا نشجع الأطفال اللي هم تعرضوا للعنف ده على تكميل حياتهم وحياتهم الدراسية كمان. فعلا يا أسماء، ممكن الطفل يتصاب بأعراض أثناء مشاهدة العنف المنزلي زي الأعراض الجسدية. كمان العنف المنزلي بيؤدي إلى إخراج شباب بيضر المجتمع، وانتشار ظواهر زي ظاهرة البلطجة مثلا. كمان بيقوموا ببعض المشاكل السلوكية كمان كله ويخرج عن السيطرة. كمان العنف المنزلي لازم يعني بيأثر على الطفل بطريقة بتأثر على نموه ميخلوش كمان قادر يكمل حياته بطريقة صعبة جدا. يعني كمان احنا أصلا لازم نخلي الطفل يمارس الأنشطة المختلفة من صغره. وكمان العنف بيأثر على الطفل بشكل كبير بشكل سلبي جدا بسبب المشاكل بين الزوجين، وكمان التفكك الأسري، ودوت الطفل ممكن يحصل له عقدة نفسية بسبب كده، وده عن طريق المشاكل بين الزوجين. بس كمان يا نورهان، زي ما الطفل بيبدأ حياته الاعتمادية على ثقته بأهله، إلا إنه في الحياة بيسعى لتحقيق ذاته، وكمان بيسعى لتحقيق نجاحه الفردي والتواصل بشكل جيد مع الآخرين وخاصة في المجتمع. وكمان يعني لما بيقدر يحقق نجاحه الفردي بيثبت نفسه أصلا في المجتمع. وكمان اللي بيأثر أساليب التربية الخاطئة اللي بتعتمد على العقاب سواء بلفظي أو جسدي، ده بيأثر على الطفل نفسيا. طبعا يا نورة، ان دي بتبقى اخطاء اصلا من الاباء اللي هي بتكون في عملية تكوين التنشئة الاجتماعية، اللي هما في بعض الاباء بتستخدم اللي هي القسوة، اللي هي بتبدأ زي ما انا ذكرت في الاول اللي هو العنف الجسدي دي بتستخدمه، وكمان اللي هي بتهمل الطفل اللي هو ما بتسمعلوش هو عايز ايه او عايز يعمل حاجة، اللي هو ما فيش تشجيع، اللي هي او بتقلل من قدرة الطفل والاستهزاء بيه. بس يا أسماء، البيئة لها دور كبير جدا برضو، ان الطفل البيئة اللي بتربي الطفل على المفاهيم الواضحة بتوفر له سلوكيات متوافقة بيقدر يتكيف مع البيئة اللي بيعيش فيها. بس في طرق اللي هي سليمة صح. مش اللي احنا نستخدمها طبعا، في طرق تانية او في طرق كتير جدا نقدر نستخدمها مع الطفل عشان يقدر يحقق نجاح، اللي احنا نشجعه على الاقل نديله ثقة بنفسه ونخليه يعتمد على نفسه من صغره. صحيح، والاهتمام بالطفولة أصبح مهم جدا في الحياة اللي بنعيشها دلوقتي، وهي مقاييس تطور المجتمع وتقدمه، وعليه تعقد الآمال في بناء المجتمع، لأن أطفال يومهم شباب وبنات الغد. تمام، وكمان عندنا اللي هي التنشئة الاجتماعية، دي عملية تعليم وتعلم وتربية، اللي هو الطفل بيكتسب موهبة أو مهارات من التنشئة الاجتماعية دي. وكمان التنشئة دي بتتكون من عدة أفراد بيكونوا هم السبب فيها، زي الأسرة والمجتمع والمدرسة والأصدقاء وغيرهم كتير. وطبعا بلا شك أن الأسرة هي لها التأثير القوي على الطفل، لأن هو يعتبر المجتمع الإنساني الأول اللي يعيش فيه الطفل. وبتحتاج تربية الطفل أيضا فهم عميق جدا للأهل، بحيث يخلوه
بيتعلق بطبيعة مرحلة النمو الطفل اللي هو بيتعايش فيها مع البيئة المحيطة به. فعلا المهم لازم نخلي الطفل يعتمد على نفسه من صغره، وده بيكون يعني الجزء الأكبر والحمل الأكبر على الأهل، لأن الأهل هم اللي بيدوا له الثقة من صغره بيخلوه يكبر على كده ويعتمد على نفسه من صغره هو دايما كده. التنشئة الاجتماعية كمان بتكون عملية مهمة جدا في تكوين شخصية الطفل، لأنها عملية تفاعل بيتعدل فيها سلوك الطفل مع المجتمع اللي بيعيش فيه. تماما نورا. في كمان أخطاء في التنشئة الاجتماعية دي زي مثلا عمالة الأطفال. يعني ايه اللي يخلي الطفل عنده اللي هو يشتغل ويتحرم من حقوقه كطفل؟ عندنا زي مثلا اللي هو لما يسيب المدرسة، عندنا طبعا اولا عندنا اسباب كتير تخلي الطفل اللي هو يشتغل، زي مثلا اللي هو اختلاف الثقافة بين الاسرة، الفقر، وعندنا كمان قلة معرفة قوانين حقوق الطفل، ويعتبر من الاسباب اللي انا قلتها دي دلوقتي اهم عنصر فيها هو الفقر اللي بيؤدي اللي هو العنصر الرئيسي لعمالة الاطفال. وكمان ان لما بتأثر على الطفل من جوانب كتير زي الجوانب المعرفي، ان هو لما الطفل يسيب المدرسة ويلجأ ان هو يشتغل وكده، ده بيأثر على اللي هو ما يكونش عنده القدرة اللي هو يندمج مع المجتمع، وكمان قدرته في التعليم بتقل، زي اللي هو بيفقد قدرته على القراءة والكتابة، بالإضافة ان مهاراته كمان بتقل. عندنا كمان اللي هو الجانب العاطفي للطفل، اللي هو بيفقد احترامه لنفسه، ما بيكونش قادر اللي هو يتعاون او يتعايش مع المجتمع اللي حواليه. وكمان ان الاسره بتاعته مش يعني ما يكونش متفاهم معاهم قوي بسبب الضغوط، واللي هو اصلا لما يشتغل بيتحط تحت ضغط كبير، وبيصبح كمان اللي هو لصاحب العمل لما صاحب العمل بيهينه او كده بيصبح اللي هو كالعبد ليه، فده بيأثر على نفسيته كمان. فده اللي هو دي يعتبر من اخطاء او الاثار السلبيه في التنشئه الاجتماعيه. بس يا اسماء، بيعتبر النمو العاطفي للطفل من اهم اشكال او من اهم الجوانب النمو العاطفي ليه، لان بيقدر يعني يتغلب على امور الحياه وتقلباتها. صحيح. كمان فعلا المجتمع له دور كبير جدا، ان عن طريق بيكتسب الطفل العادات والتقاليد والقيم السائده في المجتمع. كمان في البيئه اللي بتعيش فيها اللي بيعيش فيها الطفل، زي ما احنا قلنا ان البيئه اللي بتوفر له سلوكيات متوافقه بيقدر يتكيف مع البيئه اللي بيعيش فيها. صحيح. الطفل بطبيعته كائن اجتماعي اصلا، بيحتاج للاندماج في جماعات اهمها الاسره، اللي هي بتاثر على سلوك الطفل. والنشاه الاجتماعيه نفسها بتهيئ الطفل، بتعده منذ ولادته حتى تهيئ الحاله الاجتماعيه المقبله. تمام يا نورا. وكمان ان الاسلام حثنا على حفظ حقوق الطفل، ده اهتم الاسلام بمرحله حقوق الطفل، وخصت الشريعه الاسلاميه مرحله حقوق الطفل باهتمام كبير، لان دي المرحله اللي هي بتكون شخصيه الطفل سواء بكل جوانبها، سواء بقى ايه السلبيه او الايجابيه. فمن هنا قرر الاسلام ان هو للاطفال حقوق وواجبات لا يمكن اهمالها، وقبل ان تضع اي دوله من الدول الحديثه والامم البشريه شيء من مواثيق حقوق الطفل ب 14 قرن، كان الاسلام باين كل ده واكتر. وكمان مش حفظ حق الطفل مش من وقت ولادته ونشاته، بل من لحظه اختيار الرجل لزوجته، واشترط كمان الاسلام عليها بالصلاح حتى تكون اما صالحه لها. وكمان الاسلام حفظ حق الطفل من وهو في رحم امه، فحرم قتله واجهاضه، كما توعد الله عز وجل قاتلي اطفالهم بالخلود في النار جزاء ما فعلوا. وعندنا كمان مواقف كتير ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع الاطفال، بتدل بيحسنا على حبنا وتعاطفنا ورحمتنا مع الاطفال. ومن ضمن المواقف دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقبل احفاده الحسن والحسين، فرآه رجل فتعجب من امره، فقال له يا رسول الله لدي 10 اولاد ولم اقبل احدا منهم، فاجابه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فعلا يا اسماء، تربيه الاطفال على الدين وعلى الاخلاق حق الشريعه الاسلاميه تميزت بيه. كمان الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن حق الطفل، وقال ان احنا لازم نحافظ على حقوق الطفل، كمان على اموالهم من الضياع. وكمان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالابناء ان هم او بالاباء بالانفاق على الابناء مما اكل وملبس ومشرب وغيره من تمام. صح. وكمان في حته في التنشئه الاجتماعيه للطفل اللي هي بتخلي الطفل يكتسب عادات وتقاليد في البيئه اللي بيعيش فيها، وفي مجتمعات بتواجه مشكلات في التنشئه الاجتماعيه للطفل، لكن مشكلات التنشئه الاجتماعيه في المجتمع اللي احنا عايشينه في ظل العولمه والتكنولوجيا السائده اصبحت مضره جدا على الطفل، لانها
بتخلي الطفل يتفتح على ثقافات وعادات وتقاليد واخلاقيات سلبيه بتاثر على المجتمع بالسلب. دور الاهل هنا المفروض يظهر من الجانب ده، اللي هي المفروض تراعي الطفل ازاي ابني اسيب له تليفون، اللي هو يفتح نت براحته، اللي هو يشوف اي حاجه هو عايزها. المفروض دور الرقابه المفروض يظهر من هنا، اللي انا اكون ادي لهم حريه هم عايزينها تمام، بس اللي انا اكون واخده بالي من الطفل هو بيعمل ايه. ايوه لازم بعد ما ياسسوا الطفل لازم يشوفوه. ايوه لازم الطفل فيه. لما ياسسه من صغرهم لازم يعني يكبر، لازم يراقبه ده ويشوفوا نتيجته ايه وبيظهر ازاي على الطفل ان الطفل في الوقت ده اللي هو بيكتشف كل السلوك منه. فعلا ده دور الاهل المفروض هي اللي توجهه. وكمان لان الطفل بينظر من المجتمع من الخارج، يعني الطفل لما بيبص بره بيرجع يقارن نفسه بينه وبين اللي بره، فلازم الاهل يلاحظوا كده برضه، ولازم يبقى كمان اللي هو عنده ولازم يبدو حب استطلاع، بيبقى عنده حب استطلاع ان هو اللي يجرب اي حاجه هو عايز يشوفها فبيجربها. ودي وكمان طبعا يعني اسلوب خاطئ جدا، ان الاهل المفروض تسيب الطفل اللي هو يوصل لمرحله زي دي. وفعلا يا اسماء النمو النفسي للطفل برضه بيرتكز في اساسياته على بناء درجه عاليه من الثقه بين الطفل وبين بيته الخارجيه، عشان كده الطفل بيقارن بين البيت وبين بره، وكمان صح. بتدي له حب استطلاع وده بينعكس بشكل تلقائي على ثقته بنفسه. صح فعلا اكيد، يعني المجتمع لما يكون له دور كبير جدا مع الاهل بتحس ان الطفل بيندمج مع الاثنين، يعني بتلاقي دور الطفل اكبر من تلاقي دور الطفل الاهل. بيندمج الأهل لان الاهل اللي بيدوه وبيخرجوه للمجتمع هم اللي بيخلوه يعني اما يطلع بطريقه كويسه اما يطلع بطريقه سلبيه. هي الاسره اللي بتاثر على سلوكيات الطفل قبل المجتمع كمان. فعلا يا اسماء، وكمان زي ما قلنا ان الدين برضو امر بعدم الاجهاض وامر بحق الطفل من هو لسه في بطن امه وضمان له حقوقه وحقوقه الشرعيه كامله. كمان من ناحيه مثلا اللي هو اللي ان الطفل لما يكبر لازم يعتمد على نفسه، مثلا يعني الاباء كلهم بيصرفوا على الاطفال من هم يعني من هم لسه اطفال لغايه ما يكبروا، السن اللي هو السن المراهقه ده لازم الطفل يبدا يعتمد على نفسه، لان لو احنا فضلنا على كده كده الطفل عمره ما يتحمل مسؤوليه اللي اصلا. لما الطفل يبدا لازم يتحمل البلوغ اللي هو مش اللي هو لازم، اقل لان من هي مرحله النمو 15 النفسي او 13 بتبدا سنه من مرحله الطفوله فعلا لمراحل متقدمه في حياته. صح، لان زي ما انا اتكلمت برضو عن اللي هي عمليه الاطفال ان الطفل بيشتغل وهو صغير، ده كمان اكدت البحوث العلميه ان بعض الاطفال اللي هي في انواع من العمل بتاثر عليهم نفسيا. وكمان اكدت الدراسات العلميه ان عمالة الاطفال دي يعني بعض انواع الشغل ده بتخلي الطفل دايما عنده بتخليه اكثر عرضه للاكتئاب وكمان الشيخوخه المبكره. وفعلا مثلا لما الاب يعني يربي ابنه على مثلا ان هو يطلع معتمد على نفسه، لان مثلا لما الطفل او لما بيكبر احيانا لما يساعد والده كده ما كده بيتحمله مسؤوليه مثلا من صغره، طب لما بيكبر بيشيل عنه نفسي. المسؤوليه كده يقوم الطفل يعني لما بيكبر على كده اصلا بيعتمد على نفسه قدام، بيحملش المجتمع نفسه مسؤوليه اصلا. يعني الطفل اصلا اللي بيسيطر عليه اهله، لان هو لو مثلا بابا بيصلي او كده فهو بيطلع بيعمل زي باباه بيعلمه بالظبط، فهو بيطلع يعني صح زي ما اتنشأ في البيئه اللي في البيت وتبع الاسره زي ما بيطلع على كده بتاثر عليه زي ما كمان كده. ان القانون حذر ان الطفل قبل 15 سنه اللي هو يشتغل، وكمان مش بس كده ده حذر تدريبه قبل بلوغ 13 سنه. اكيد ايوه فعلا، لان القانون بيضمن حقوق الطفل قدام، لان القانون يعني مثلا الطفل اللي هو عنده 13 سنه طب ما هو لما يجي يشتغل طب ما كده هيعمل مشاكل، صح. اكيد هيبقى طفل لسه عقله عقل طفل مش هيبقى يعني كبير، لازم الطفل فعلا يكون معتمد على نفسه بس يكون اللي هو عقله اكتمل قادر صح. يعيش في البيئة فعلا قادر يندمج قادر يشتغل وقادر يكبر ويصرف بس على في ناس بقى تفكيرها اللي هو لو الطفل اشتغل من صغره ده بيخليه يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية، هو في حدود برضه بيأثر اثار سلبية في حدود عليه فيما بعد. في مثلا اللي هو لما يتعرض لإهانة، أنا لما أكبر مش هيكون عندي ثقة بنفسي، مش هيكون عندي اللي هو أقدر اللي أنا أتكلم مع حد، لما أكون بتهان من وأنا صغري لما أكبر مش هيكون عندي الشخصية اللي أنا أتكلم بيها، مش هتكون مش هعرف أتكلم ولا أتعامل مع المجتمع كله، لأن الطفل من صغره بيكون واخد قراراته من أهله واخد الكلام من أهله.
هو من حقه كطفل اللي هو مش يشتغل خالص، فلما يكبر طبيعي من حقه كطفل اللي انا اللي هو رعايه من والديه وكده، لا اللي هو يعيش فتره طفولته، اللي هو الطفل اصلا المفروض في وقت اللي هو اقل من 13 سنه المفروض اللي هو ما يعملش حاجه غير انه مثلا اللي هو تمام جانب التدريس اللي هو يلعب يخرج مع اصحابه او كده، انما مش يتحط تحت ضغط نفسي، لان بعض الانواع ده بتسبب اجهاد نفسي، وزي ما انا قلت فيه كمان بتؤدي كمان للاكتئاب. اكيد طبعا منظر فعلا ما هو العنف المنزلي اصلا اثره كبير جدا 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 على الاطفال، لان هو بيخلي الطفل اصلا عنده يعني بيأثر على نفسيته جدا، وده اللي بيخليه يعني بيخلي الأسرة أصلا تعاني قدام من المشاكل في كده، وبيخلوهم بيخافوا من تدخل الطب النفسي. طب ليه احنا نعمل لهم عقدة من صغرهم مثلا وبنكبرهم على كده؟ طب ليه؟ طب ما احنا نعيش الطفل حريته كاملة ونديله حقه مظبوط، هيقوم الطفل هيكبر على مثلا على حرية كويسة، ولما يشوف بره ويقارن بين البيت وبين بره هيلاقي نفسه ان هو زيه زي بقية الأطفال، مش هيلاقي نفسه مختلف عنه. مش اللي هو مش محروم من حقي كطفل، مش محروم من أي حاجة، يكون واخد كل حقوقه. لما أنا أتحرم من حقي كطفل أما أكبر هعمل إيه؟ أيوه، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه فعلا، إن هو إن في الطفل أطفال كتير في مجتمعنا أصلا محرومة من الطفولة، من فترة الطفولة ما دي زي ما أنا قلت اللي هي أخطاء من التنشئة الاجتماعية نفسها، الوسط الأسري نفسه. يعني مثلا تلاقي طفل عنده 13 سنه ولا 12 سنه وبيسوق على توك توك، يعني ابسط صح. الامور يعني احنا اتكلمنا النهارده في موضوع حلقتنا، بس للاسف وقت الحلقه انتهى. كان نفسي اكون في وقت اطول من كده، بس الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله.